واكيد باش تروح بالغريبه ما يقعدش قلبك لهنا يا اميره، والله نوعدك. ابتينا عليك يا اميره، انت والطبيبه والدكتوره اكيد اليوم بالحق ضيوفنا منورين دارنا، وفما برشا برشا اليوم فقرات خاصه في 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 دارنا، وانا واحده من الناس معناها قالوا لي توا باش تقعد على طاوله الفطور، وفي عوض معناها نتلهي بالضيف حطوا لي الغريبه نتاع الفارينه، الغريبه الحمص، والغريبه الدرع، هذا اغراء قبل تقريبا ساعتين من شقان الفطر. ان شاء الله يا ربي نشد روحي ونكمل نستقبل ضيوفي اللي الى جانبي. ايمن مرحبا بك كوتش، مرحبا، وجاب لنا معاه ضيفه اللي هي مدام سميه، زيد نرحبوا بك، مرحبا، نورت دارنا. ايمن، اليوم الموضوع اللي اخترته لنا ما يقابلش لصحنا اللي مقابلتنا، اللي هو المارش واهميه المارش للناس اللي تعمل ريجيم. اوكي. يقترحوا عليا ياكلوا وبعد يعملوا المارش، ما يسلموش معناها في الغريبه. اسرار كبير، واميره بن جنات تهنى، والله الاميره بالحق بايك وهيله والناس الكل. خلينا بركة نكملوا هالنص ساعه يا ربي يهديكم. هي يا ايمن، هو خلينا نتفقوا قبل كل شيء، الشعار بتاعنا نكونوا لا حرمان ولا افراط. بالحق لا حرمان ولا افراط، هاوكا كل واحد كعبه كعبه كعبة كعبة، لا حرمان ولا إفراط. أو يهديك شيف، تبارك الله عليا. دونك الناس اللي معناتها كان يجيو بحذانا ويشموا الريحة البنينة على الآخر، دونك شيء كبير، تبارك الله عليك. دونك هدى كما العباد اللي تابعونا من قبل، دونك نحاولوا في الفقرات تاعنا نكونوا نشتغلوا اكثر باش نحكيوا على نظام الحياه تاعنا، وكيفاش نظام الحياه تاعنا يكون معتدل وصحي لاقصى قدر ممكن. بطبيعه الحال هذا كل ما يكون كان بتعديل العادات تاعنا، ونحاولوا نكونوا اكثر صحيين ويتماشوا مع طبيعه النمط الصحي. دونك يقول القائل ايمن، بعد شقان الفطر المراه سيرتو تعبه، فما رجال خاطر يعملوا قيلوله قبل شقان الفطر، اما المراه بالحق اللي تدخل للكوجينه فك سخانه وتعبه بعد ما تلقاش الجهد هذاك باش تخرج وتعمل مارش. دونك فماش حاجه تعاونها تقترحها عليها نمط نتاع حياه خلينا نقولوا بعد شقان الفطر؟ هو راهو في الحقيقه كيف نقولوا نحن اليوم الموضوع بتاعنا هو المشي. المشي بالعكس راهو يحسن من المنظومه الجسديه، كيك شوا رجل ولا امراه، بالعكس معناتها باش ترتاح اكثر بدنها، وباش معناتها يكون صحي اكثر. دونك المارش يعاونها بالكدا بالكدا. دونك انت ما نحكيوش بعد ما تغسل الماعون مش تتكى وتهزها معناها نومه، يخليو الوقت اكثر لجسمها باش بطبيعه الحال يهضم الاكلات، ومن بعد ساعتين ونص نتعمقوا اكثر مع المدرب هكا مدام سميه. المارش قداش لازمنا، وكل بدن قداش يستحق؟ مثلا نعرف انا مثلا تبدا بصحتها بزايد لازمها ساعه ساعتين هكا ولا ما فماش وقت معين كسوا سمين ولا ضعيف. المارش باش نقولوا اللي العبد معناتها فريمون مشى يلفو مينيموم 30 مينوت دو مارش بار جور في النهار، ضعيف ولا سمين؟ ضعيف ولا سمين. شوف فما حاجه بربي نحب نعلق عليها، حكايه ضعيف وسمين سانا غينا فوار، كي سمين كي ضعيف، نجم يكون بصحته اخف من واحد ضعيف. سي كيستيون دو فولونتي، تحب تمشي ولا ما تحبش تمشي. كيفاش نزرعوا فيه هك الاراده والعزيمه باش يعرف انه قيمه المشي هذيك معناها عنده قيمه كبيره ولازمه يمشي، كيفاش؟ شو اول حاجه راه كل خاطر مربوطه نعرفها بالعقل، كل انسان لازم يقوم بخدمه على روحه. يعني ان ترافاي سور سوا، معناتها الانسان لازم يعرف ويسوا كونسيون اللي راهي صحته ما تتشريش بالفلوس، واللي راهو باش بالحق باش يقعد في صحه جيده ممارسه رياضه من اللي هي نحكيو عليها توا. رياضه المجد ماشي حاجه مهمه جدا، معناها تنجم 30 مينوت كيما نحكي اون اور بار جور تخصصها من وقتك باش ليك انت لروحك،
تبدا بالخدمه على روحك. وهذاك علاش احنا نرجع كيفاش معناها نبثوا ونعطيوا لونفي لك الشخص هذاك باش يمشي معنا. اون كريي لو كلوب باهي مثلا الى جانبك سي عبد الرزاق اللي هو منه الاطباق الحلو ما نعرفش هو يعمل مارش اما انا حسيته مش مهتم معناها تعمل مارش ولا لا انا نعمل بسكلا حق ربي بسكلا. ما نعملش بارش. فما فرق ولا كيف كيف ولا منصوح اكثر اي اكتيفيتي سبورتيف منصوح بها المهم الانسان يتحرك المهم ما سيت اون هيجين دو في راهو كيما تعرف اللي انت ما لازمكش تتعدى ما تاكل حاجات ما لازمكش تاكل في وقت غير وقتها كيما تعرف اللي انت بدنك عنده عليك حق ولازمك ترد بالك عليه معناتها باش ترد بالك عليه ترد بالك على روحك فاش قاعد تاكل وقتاش تاكل وشنو هي الرياضه اللي تمارس فيها صح دونك نحن هذيك علاش انا اليوم اهتميت بالموضوع هذايا خاطر انا ما نقولش حتى رياضه المشي فقط انا نقول ثقافه المشي ثقافه المشي معناتها يلزمها تكون في المونتاليتي بتاعنا ثم شعوب المتقدمه نعطي مثال نحن سويسرا واستراليا اكثر الشعوب اللي تمشي باغ اكزومبل نحن في سويسرا في سويسرا يمشيوا 9000 خطوه في اليوم بمعدل 8 كيلومتر معناتها المواطن السويسري ما شاء الله عنده طبيعة واللي باش يوصلوا اللي ما يمشيش يتعاقب هذاك علاش هذاك علاش نسبة المرض السمنة عندهم يبلغ 8% معناتها شوف انت قد العلاقة الكبيرة اللي ما بين الأمراض المتعلقة تتحسن وتزول بمواظبة المشي وحاجة أخرى نقول لك باش نشجعوا بالمارش ما فماش ما أسهلش من المارش المارش راهو يمشي مع الأعمار الكل مع الصغير مع الكبير مع النساء مع الرجال مهما كانت معناتها الأعمار معناتها فماش مثلا حاجة تعوض المارش للي ما ينجمش يخرج ولا ما عندوش وقت ولا موجود في الدار فمش حاجه تعوض المارش في الدار مثلا تشطح نقولوا نحن ولا ما يخليش العبد ينجم يخرج مثلا من الدار نحطوا فرضيه نحن كلهم راهو اليوم باش نخرجوهم باش قلفات باش يخرجوا وانت قل لي باش تنصحهم قبل ولا بعد وياكلوا ويخرجوا والا فما نساء تخرج تعمل مارش وترجع تاكل شوف هذه مشكله زاد صحيح شوف انت حتى في الدار تنجم تعمل اون اكتيفيتي سبورتيف راهو في 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 نشاطك في الدار تنجم انت توفر روحك الحاجات تنجم تعمل مارش افكتيفمون تابي في الدار تنجم تمشي تنجم تعمل اون اكتيفيتي سبورتيف في الدار لكن سي با سوفيزون ديما نقول سي با علاش خاطر انت تبدا حاصر روحك ديجا ما بين اربع حيوت باش يجي وقت وتقلق باش يجي وقت وتفد تعمل مره اثنين ثلاثه وتفد فوالا كي تخرج ديجا انت خرجت من اطار معين باش تخرج لاطار اخر تلقى روحك مش وحدك مع جماعه تمشي في بلايص معينه هواء نقي في الدار وحدك لو كونتاكت مع الناس ديجا ياثر على النفسيه وهذه الحاجه الهامه اللي احنا من بوتيتر على كان اون في با ترو اتونسيون اللي راهو المارش مش كان فيزيك بسيشيك زادة إيه مثلا مدام سمية باش تنصحهم أنسى ولا رجال بعد شقان الفترة توا في رمضان ولا حتى في سير ليل في الليل ولا في الصباح بكري ألوغ فما حاجتين فما اللي يحب يحرق معناها يحب ينقص كيف أنا على السمنة مثلا ماذا بينا ساعة قبل شقان الفطر قبل ساعة قبل شقان الفطر تعملش حتى 45 مينوت سي تري تري بيان وبعد شقان الفطر نزيد مرة أخرى زي ساعتين قبل بعد ما تشق فطرك لو طون اللي البدن تعرف أنت واحد بعد ما يشق فطره ويتحل ولازم يهضم شوية فوالا بعد ساعتين من شقة الفطر وقتها ينجم على فكرة فما قولة غلطة يقولوها معناتها تعشى وتمشى راهي ما تجيش تاكل ديريكت تقوم مالاش نعمل بعد ما نتعشى نغسل المعون في عقلي خلي هكا عندك ساعتين من زمان نظم فيهم وقت هذيك الامور فوالا هذاك علاش سان كوت با شير بالحق حاجه ما تدفعش فيها الفلوس شوف احنا نحب نقول لك حاجه سامحني توا احنا راي كيما قال هو حكايه ثقافه حكايه مونتاليتي حكايه عقليه سكي بيان توا في تونس اللي هذه حاجه بدات تدخل بدات نشوفوا فيها التونسي ولا يعطي اهميه برشا لصحته لمظهره ما تنساش اللي الماء فما برشا امراض توا المخش هي الدواء لطف عليكم لطف على اللي يستمعوا فينا عندك مرض السكري عندك غلظه الدم امراض القلب عندك السمنه فهمت السمنه
أول حاجة أول حاجة أول أكتيفيتي اللي عنده يطلبها منك الطبيب المارش المارش ما تنجمش تمشي أنت وتجربت أي من أكبر دليل اكزاكتومون هاو سيت أول سيونس عندي أنا نتفكرها بتاع مارش كانت 10 دقائق من بعد شوية بشوية بديت نزيد لأني وصلت 20 دقيقة ومن بعد بدنا نزيد وصلت 2 دو مارش تذكروا أيمن بالوزن اللي كنت 160 بالمارش بالمارش وبالإصرار والعزيمة الكبيرة شو معناها تبارك الله أيمن كل وزن هذاك الزايد الكل تفقد وربح صحته هذا الأهم اكزاكتومون والحاجة اللي الحاجة الأخرى اللي تأكد اللي بالحق اللي هذه الثقافة بدأت تمشي وتنتشر في تونس اللي ولينا برش on est devenu plusieurs clubs نوادي دي كلوب دو مارش من احنا توا مثلا كلوب دو مارش في المرسى في الضاحية الجنوبية مروج منوبة بن زارت برشا برشا نساء رجال كبار صغار مختلف الأعمار هي الفكرة كيفاش تتفاهموا على الوقت على البلاصة احنا بديت الفكرة هي باش نحب معناها لمحة فيسا فيسا هي الفكرة بديت مع سيليس قرار اللي هو من المرسى البوان كومان معاهم مع العباد اللي بداوا معاهم هي حبهم الرياضة وفكرة المشي اللي هي الخطوة الأولى لتنقيص الوزن والتحسين الصحة باش تقدم معناتها القدام دونك بدينا بالكلوب هذايا بشوية بشوية دو بوش اوغي ولاو الكلوب يتلموا الناس تجي نتقابلوا يعني عندنا على الفيسبوك عندنا الصفحة نجم تذكر بها خاطر فما برشا ناس اكيد يتفرجوا فيها مهتمين برشا بالكيما مروان بن حميدة اللي هو زايد شوية البوا بون ناصيرة ليه خاطر ما تستحقش مارش عنا برشا صفحات احنا بدينا من المرسى وسيليس بالرغبة نتاع برشا تويسة وبرشا أفراد من جهات مختلفة من تونس الكبرى وضواحيها حبوا قالوا علاش ليه ما نعملوش دي كلوب قراب ليهم دونك فما الكلوب دو مارش دو لا مارسا كلوب دو مارش دو ميغرين اللي هو يخص جميع الضاحية الجنوبية كلوب دو مارش دو المروج أريانا تونس منوبة بن زرت برشا برشا معناها توا احنا الفكره نتاعنا شنو الفكره نتاعنا اني تولي فكره جمعياتيه معناتها احنا قدمنا مطلب توا عنده من لو 14 ديسمبر 2017 مالوروزمون لحد الان معناتها مازلنا نستناو في الرد نتاع السلطات المعنيه ان شاء الله من خلال دارنا الميساج ان شاء الله تفاعل ان شاء الله ايجابي مع العمل الكبير اللي تقوموا به خلينا نقولوا صحتنا هي اهم حاجه يقول لك مثل تونسي الصحه ما تتشرفش بالفلوس وخليني مره اخرى نشكر اي صحيح نشكر مره اخرى شايفة عبد الرزاق اللي اليوم حللنا دارنا وان شاء الله سميه معناها انت باش تنصحنا قد ايه كل واحد نجم ناكلوا من الغريبه هذه اللي بالحق تشهي حطوا هنا معناها هي تغلي راه منظرها لما حاله وريحتها شهيه معناها اللي ضعيف ياكل شويه اللي ضعيف ياكل شويه واللي بصحته كيفي انا ياكل اللي ضعيف ياكل برشا واللي بصحته كيفي انا ياكل شويه نشكرك مره اخرى سي عبد الرزاق شايف اللي تحلينا ديما دارنا سامحني كان تسمح كلمه اخيره بربي سامحني شوف توينس الكل هما اللي يتفرجوا فينا راهو ما اغلاش من الصحه وراهو سون كوت ريان صبات باهي باش سقيك ما تتعبش وشد ثنايا وحاجه خفيفه واحنا فرحنا برشا يا مدام سميه نورت ان شاء الله لقاءات اخرى ان شاء الله مدام سميه معاك ايمن مره اخرى نشكرك انت ان شاء الله ما بقى ما مازال باش نقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله اليوم جونا في دارنا يكون احلى جو سلامه